السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ مزيانين لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو. السلام عليكم سيكما غريفيني نو جديد سيكما يتما ان شاء الله تيلي طاقتش كنت مليح ان شاء الله. نعس نهار كنت اكيد كنت تشافي في الطاجين السمنة النهارة نعس راجع اترز في بسيخ قشاري كل شي نعس راجع الدقاق المتتبعيني نو سيكما كنت تشافي غير طاجين وشقف. اصلا اي واحد السنة اللي يسلم عليه وخنا صغيرا المشاركه وصافي. بالنسبه للطاجين الزوافي الطاجين الشطون طاجين الشطون بطاطا عادي بطاطا كشط. قلت لكم البنات النهضه بالعربيه باش يفهموني كلشي المتتبعين ديالي. قلت لكم البنات غنشارك معكم الطاجين ديال الشطون. انا عارفه الشطون اي واحد كيعرف يعدل الشطون، ماشي اي واحد كيعرف يعدل الطاجين ديال الشطون، المهم اي واحد كيعرف يعدل الطاجين ديال الحوت، كل واحد الطريقه ديالو صافي. المهم انا نشارك معكم الطريقه ديالي ديال الشطون. صافي البنات بقاو معايا. بالنسبه للثومه شوف شحال عملت هنايا الثومه، عملت 6 7 د الدروس ديال الثومه. انا غنحطكم هنايا في الاولى البنات غنعمل لقمه الشطون. هو الاول الشطون هو كل واحد كيفاش كيقولوا له، انا كنقول له اكثر هي الشطون. الحسيمه الناس الحسيمه كيقولوا له افلاق، كيقولوا له افلاق. شنو اخر شطون افلاق نسيت كما اخرى والله الا نسيتها. انا اكثر كنقول له شطون. المهم انا كنحك في هذه البنات، كنحك في هذه باش كنقشر منا كنحكها منا فيها كل شيء. غنحك الثومه ديالي هنايا كنحك غنعمل لي قمه الشطون هو الاول عاد ديك الساعه نقطع. نسيت ما عدلتش البصله، باقي لي البصله باقي ما عدلتهاش. خلاص غنعمل واحد الطويجه اليوم. جاب الوالد جاب لي شطون طريح تبارك الله، والله الا عدلته ولا عملت فريكو عملته، واللي قلت انا نعدل به الطاجين. انا ولدي وبنتي كتاكل جبتوني كنطيب لها، عندي لها الغدا في 12 شوربه كنطيب لها. قالت لي ماما عمل لي تاكوس. لا اصلا كندي لها في الصباح الصراحه، في الصباح ملي كتمشي كتدي معها الغدا. اليوم نص معطله ايوا ما عدلت لها شي الغدا. قلت هذيك الساعه نجيب لك في 12 و4 ان شاء الله حيت كيتغدى في 12 ونص. ايوا كيف نوال الجو عندكم البنات؟ اليوم حنايا صبحات شويه ديال الشتا في الصباح، دابا السحاب وصافي. الله يرحمنا يا ربي، الله يرحمنا على قد الفاع ان شاء الله. والله الا توحشنا الشتا بزاف. اي والله توحشنا الشتا توحشنا البرد، والله الا توحشنا الشتا توحشنا البرد. والله يرحمنا اختي اخوتي، قلت لك اختي اخوتي الله يرحمنا. المهم بالنسبة لمطيشة البنات انا كنحكها ما كنعملهاش في الطاجين، كنحكها انا مطيشة كتعجبني محكوكة ما كتعجبنيش هي داك من فوق. بالنسبة للشطون اما الحوت اخر كنعملو هيدا من فوق ولا مور البصلة. المهم هيدا في الشطون كيعجبني كنحكها، كنحكها كلشي ديك الساعة كنعمل فيها الإقامة. الى عندكم انا ما عنديش هنايا مطيشة ديحك ما عنديش، باقي غنمشي ملي غنمشي ندي الغدا لبنتي غنجيبها حيت قلت اليوم ان شاء الله نعدل شويه الحريره، خاصني ضروري مطيشة د الحك. عسيت ما عاقيت شارك هذاك اللي كنت طاجينينو اصلا الصراحه الا غير جات يتشافى بقى عند غير تجي لها قراتي يتشافى والله ما قطعي. ولكن عسيت ما اجي الاخت من اكرام مريض وخاصك شويه الشطونين. المهم اختي كي ديجي نديرو اختي كي ديجي نديرو بني اكرام مريض بس شنو شطونينا نيش اكثر يد تبلي خو صافي. حنا صيف القنينو تبدي شطون غاز تبقى شطون اما مالا غسلت الموحدات مالا غسل صافي سقاد غاسيك الصباح ني مالا غسلت لك هاد بطاطا يعني في خوضات ناس. المهم ناسو في ليل نهارا غايدا شطون ناس راجع ناس نهار كيت أتي تشافى كيلكم. ولكن الأخت اللي تفهمشي المزيغ ها المشكلة، وتفهمشي المزيغ ماشي مشكلة، سي راس المزيغ سي راس العربي كتيهما. شوية تانية شوية تانية أنا متكلفة على غلط كلشي، إني تفهمشي داري في ديني تفهمشي لعرف. الأخوات كنهضر بالريفيو كنهضر بالعربية على حسب واحد الأخت ما كتفهم شي عربيه خاصني ضروري نشرح لها العربيه، وكنت كنهضر عليها
في الصباح قالت لي الكل كيفاش كتعدل الشطومتينه، قلت انا قالت لي انا كنعدلو غير مقليه، قالت لي ما كرهتش شي طريقه اخرى، قلت لي انا كنعدلو اكثر يا غير مقليه، وقالت لي وانا ما خصنيش مقليه، هي كتعمل ريجيم قلت لها ماما كان ما خصنيش مقليه، قلت انا بيدي قلت له كنعدلو مقليه كنعملو الترمولو كنعدلو هيدا في الطاجين، هيدا الطاجين بوحدو الشطوم وكنعدلو هيدا مع البطاطا. ولا وصلت لهاديك الفيديو اللي كنت كان عندي في القناه ديال الشطوم بوحدو، صيفطت لها قلت لها هاكي لو بغيتي تعدل بحال هذا ولا بغيتي تعدل شي حاجه اخرى، قلت انا اليوم اصلا غنعدل ان شاء الله الطاجين غنشارك مع الحباب ديالي وصافي. المهم عملت ثاني القزبره المعجنوس، القزبره المعجنوس وجدت هادشي كامل هنايا، حيت دابا غنرجع الطاجين وغنرجع الحريره، حيت ملي كندخل الكوزينه كندخل بدقه وحده ماشي عاد غندخل عادي. هذه الطريقه ما كلشي البنات، نشوف هذا باش ما يتحرق لي شي، هذا السدر ديال بيبي خاصو يشرب المرقه ديالو نقصلو زعما يا ماما ما تقطعوش كبير كضحكني ماما ديك نهار قطعت لا قلت ما تقطعوش السيكو صغيور، قلت لها ماما عودي كبير قطعت روحك كبار هذه القفة كون نسيت القفة ما كنعدلوها شي فيها، انا العشاق ديال القفة في الحريرة وفي البنات المتتبعين أصغر مطحون أصغر مطحون، الحوت كيجي معاه فلفل غبرة، فلفل غبرة والكيمون كيجي مع الصراحة مع الحوت، شوية سكين بين عندي سكين بين وخاكم مخلطين مع بعضياتهم. شوفوا البنات جبت هادي ما فيها ما يجبد على الماكينه، داكشي غنعصر الليمون غير هيدا وصافي، غنعصرو غير هيدا وصافي. كيعجبني الليمون انا في الحوت. داكشي عاد تجمعوه هنايا، هيا انا عامل الليمونه كامله البنات، وانا عملت زيت العود شويه زيت العود صافي البنات. شوف نشوف شوف باش كتجي، نهزو شويه باش نعملوها هنايا، وهاد الشطوم غنعملو في هاد القيمة كاملة، الشطوم عندي مغسول معدل مقطع. نخلي هنايا في الجنب البنات، نجيب البصله نقطع البصله، شوفوا المسلسل من حتى كيعجبني مدوره هيدا خاصني نعملها دقيقه. شكون اللي كتبكي البصله؟ شكون اللي كتبكي البصله؟ البصله كتبكي سبحان الله، هاد البصله حمراء انا من العشاق ديال الطاجين دشطون والصراحه كيعجبني انا الطاجين دشطون، حتى واحد الطريف من هنا كيعجبني الطاجين دشطون، حتى الطاجين اخر ولكن طاجين دشطون كثار بحال الله كيعجبني الشطون انا، يقول الوالد ديالي ملي كيقول لي واش نجيب لك شي حوت نقول له لا جبرتي شطون،
الوالدة الا جبرتي شطوطي، الا ما جبرتيش بلا ما تجيبوا لي انا نسيبها صافي. دابا نقطع الجعده، الجعده هو خيزو. الجعده الجعده شكون كيقول الجعده؟ الجعده كيقولوا الناس الشمال، طنجاويين تطوانيين ازيره، المهم الناس الشمال كيقولوا الجعده الجعده. حنا في الحسيمه لا كنقولوا خيزو، ولكن دابا حتى الناس ملي كنهضر بالعربيه كنقولوا الجعده. وعاد انا نسيت العربيه دابا نسيت نسيت ولات معرفيه سبحان الله. الا ما شي هيدا ملي كتبقى كتهضر كتهضر بواحد اللغه كتبقى صافي موافقه مع هذيك اللغه، ولكن غير كتسمح فيها صافي كتنساها مره صافي. البنات انا مال مشكله مشكله مشكله، انا نعاود هذا الغسيل بدون مرض الغسيل هذا السطاطا مشكله. انا العائله عندي ما كيفاش بطاطا حلوه ما كيكلاش. دابا خاصني نعمل نص نص بطاطا حلوه ونص بطاطا عاديه، وانا كتعجبني سبحان الله بطاطا حلوه خاصه هذه حمراء كتحمقني انا. غنعمل واقيلا نص هيدا نص هيدا وصافي. اسيت ما غير تعجب طاجين السبطه دوك الشوط، يا سلام يا سلام الصح ماقيه كتويت ما شي مشكله مي وتعجب شي بطاطا دوك الشوط في خسايه اخرى الزايده زينه ميا زينه ميا مش الزوز شغل بطاطا دوك الشوط يمكن ثاني تجا هاد الكوغي هي جاست في الليل هاد الكوغي تاكوس غات هي بطاطا دوك الشوط الوقتين سلوخا. شوف شو السلام اللي عندك سينا داغيس هاد الوقتين تسويت ما تستاب حتى كيسرمان الصراحه. ايوا زيد وزرانه والو قضي عنوره وحنا غير نقطع والو سبحان الله. خمس قرون ميتا سنت نقطع نتصاب، ولكن امير اخي وقع لها فوطا دوك شوق حتى تقسى والله. ايوا بنا يا سيف محنو الناس نهار غادي فاكي سنت كوزينه غادي فا نهار الناس نهار كوزينه هاد الطاجين الناس تشاركت متتابعينو زاد شوف النحرات، ولكن النحرات غادي تشارك ختي لكيكو عاد تشارك الطريقه المضنيه اللي نتكلي جانها الى سنين الخضار كلشي عادي نطحها عادي تشارك ان شاء الله عاد غادي تتشارك ان شاء الله يا ربي قالو خمني صايبه نهار، ولكن لا تزول تما غنخرج تشارك غير واو نهار سنا كوتش خضر وخنا الطحنة هاد الغيش نزيدها واحد نشوف واش تشقني نيش زوات الشو بطاطا كشو شو شحال انا غندير بطاطا كشو هاد الغيش نتينا تجري تجي بس تقليها صافي سيتما قد كيما تاكيدي اتلات سطوا شطونا صافي عاقي سيتما كاين تتشافو الاخر هذا شطوني نوع متقاقا نخدم شغل نص ساعه نخدم شغل نص ساعه سبحان الله. هاني غبطت هاني داي شطون عقد خصف هاد المقلة تتقاتلت لغي تجيب ديما هاد ستقليا ستوكي تاكوس بسم الله على بركة الله بسم الله. بالنسبة لينا سيكما و ستكسخشي هنا تا مخصص تكسن تكسن شو هذا ستكسخشي من 100 غرام يا خبطاطا تيجي خمان، ولكن من 100 غرام شطون واحد ستكسخ وتكون البنات هاد ما عرفتش كيفاش كيقولوا لها بالعربيه والله ما عرفت. باسكو ملي كنعملها على بطاطا ما كنزولهاش الصراحه كنخليها هكا، ولكن ملي كنعمل شطون بوحدو كنزولو كلشي صافي. البنات انا نستفو هاد الشطون كامل صراحه غير نسمه ديال شنو مسمي ديال الثومه فو 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 شتي شحال عملت ديال الثومه سؤال بلات شحال عملت ديال الثومه انا البنات. المهم نستفو كلشي وغنرجع عندكم صافي. البنات هاد نزيد فيها شويه الماء في الماء هيدا زعجبني هاد القمة من فوق منا ملي كتصيب عاود كتهول تما ملح ما زدتش الملح البنات داك الملح اللي عدلت في الاول صافي على حسب عملت الليمون صافي. و غنزيدو شويش د الما شويش صافي. حنا سالينا سالينا هاد الطاجين ديالنا طاجين طاجين كيشهي البنات كيشهي سمحوا لي الا شهيتي وحده. المهم نتلاقى حتى لاخر اللي غايكتب ديك الساعه ان شاء الله غنشارك معكم صافي. انا دابا بطاطا نسيبه ونعدل طاكوس.